بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا بمتوسطة ابن خلدون الأهلية فرع النفل نحرص حرصا بالغا على نشر اللغة العربية وثقافتها، فأحببنا أن نلفت انتباهكم اليوم لبعض الأخطاء اللغوية الشائعة. قل تخرجت في الجامعة ولا تقل تخرجت من الجامعة. قل عندي ملحوظة ولا تقل عندي ملاحظة. قل امرأة صبور ولا تقل امرأة صبورة. قل تسلمت الراتب ولا تقل استلمت الراتب. قل عندي حماسة للعمل ولا تقل عندي حماس للعمل. قل مبارك عليك ولا تقل مبروك عليك. قل أشك في الأمر ولا تقل أشك بالأمر. قل أجبت عن السؤال ولا تقل أجبت على السؤال. قل هذا مستشفى ولا تقل هذه مستشفى. قل من اللافت للنظر ولا تقل من الملفت للنظر. قل سأستخرج بدل مفقود ولا تقل سأستخرج بدل فاقد. قل تعودت القراءة ولا تقل تعودت على القراءة. قل أسهمت في العمل ولا تقل ساهمت في العمل. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أفدناكم. معكم زملائكم بفريق لغتي أجمل بإشراف دكتور ماهر سلام.